أهلا بكم مشاهدينا. في ليبيا خرج ناشطون في مدينة بنغازي شرق البلاد في مظاهرات تحت شعار إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، وأكد الناشطون عدم مسؤوليتهم عن أي خروق حدثت خلال المظاهرات، وطلبوا في الوقت ذاته بعدم توظيف الحراك لصالح أي جهة سياسية أو رفع أي شعارات لا تنتمي لأهداف الاحتجاجات. كانوا على الموعد وفي المكان المحدد، المحتجون الليبيون في قلب مدينة بنغازي شرقي البلاد ومن أمام فندق تيبستي يجتمعون لقول كلمتهم، رافعين شعارات إنقاذ البلاد من الفساد والمفسدين. المتظاهرون حاولوا تأطير حراكهم بخطاب سياسي يدعو إلى الحوار، إذ أعلن شباب قبيلة المغاربة في أجدابيا دعمهم جهود البعثة الأممية للوصول إلى تسوية سياسية تخرج البلاد من الفوضى. نحن شباب قبيلة المغاربة المجتمعون في 20 من شهر سبتمبر بمدينة أجدابيا عاصمة الهلال النفطي والدائرة الرابعة، نظرا لما نتابعه من تطورات المشهد السياسي في ليبيا وما آلت إليه الأوضاع وأضرارها على المواطنين البسطاء، فإننا نعلن ما يلي: 1- تأييدنا الكامل لمسار البعثة الأممية والحوار الذي انطلق في جنيف. اليوم حراك إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين. الاحتجاجات امتدت إلى عدة مناطق في مدينة بنغازي، وأجاب المتظاهرون الشوارع مطالبين بتأمين الخدمات، منددين بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية وإبعاد البلاد عن الحلول العسكرية. ساكت على الحق شيطان أخرس، وإلا الشباب. أفراد قبيلة العواقير شمال المدينة أصدروا بيانا يدعمون فيه المبادرة السياسية التي تقدم بها رئيس برلمان طبرق عقيل صالح، معتبرين أنها المبادرة الوحيدة لنقل البلاد إلى ضفة الأمن والاستقرار. يكونون في الموعد وبالمرصد كالعادة لمحاربة هذه الطغمة الفاسدة. يبدو أن المظاهرات شرقي البلاد أخذت تأخذ زخما أكبر مع وضوح شعاراتها وتركيز أهدافها نحو التغيير ومشاركة فعاليات اجتماعية على أوسع نطاق. تنضم إلينا من إسطنبول نادين الفارس المدونة الحقوقية الليبية. أهلا بك سيدة نادين معنا. ما هي المكونات الأساسية التي تشكل صلب هذا الحراك الموجود الآن في الشرق الليبي، ومن هي الجهات التي تحاول الصعود على حراككم؟ تحياتي لك أختي الكريمة وتحياتي لمشاهديك الكرام. بالنسبة للحراك والاحتجاجات الحاصلة في بنغازي بالتخصيص وفي المنطقة الشرقية على العموم أو في مكان سيطرة خليفة حفتر، هي احتجاجات نبعت من الشارع لمطالبة بحقوق، ليس إلا حقوق، بعد أن فقد المواطن في شرق البلاد حقوقه الأساسية وتردي الوضع المعيشي من فقدان للسيولة، الماء، الكهرباء، العلاج، تردي الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا. كل هذه المشاكل وهذه الأزمات هي سببت في خروج الشارع. الشارع والاحتجاجات والتظاهرات الآن الموجودة في الشارع هي نبعت من المواطن، يعني ليست بتحرك، ليست بإملاءات خارجية أو بتنظيم داخلي، فإنها يعني نقدر نسموها شيء يعني شعبي، بمعنى احتجاج شعبي. بالنسبة لي مجموعات الموجودة من اللي الذين حاولوا تسيير أو تغيير مسار المظاهرة هم مجموعات تتبع لميليشيات خليفة حفتر من كتيبة 106 وكتيبة طارق بن زياد وغيرها من الكتائب أو الميليشيات التي تتبع خليفة حفتر. دائما وفي كل احتجاج يحاولون تسييس هذا الاحتجاج أو تغيير مساره، بأنهم تتجد مجموعة منهم يلبسون الزي المدني وتجديرهم متوجهين في نص المظاهرة بأصوات عالية يطالبون مطالب أخرى مغايرة على المطالب الأساسية التي يطلبها الشارع. الشارع طلب الحريات، الديمقراطية، وهناك مطلب أساسي ليلة البارحة رأيناه أو ليلة الأمس لم يكن موجود هناك في بنغازي أو لم نسمعه من 2014 إلى الآن، لم نسمع أن مطالبة بمدنية الدولة. بنغازي اليوم تحتج تقول كلمتها، تطالب بمدنية الدولة. وما معنى أنك تطالب بمدنية الدولة وهي
أن لا وجود لخليفة حفتر أو لا حلم لخليفة حفتر بأن يسيطر على البلاد أو أن يتقلد. سيدة نادين، تقولين بأن هذه المظاهرات حتى لو في المنطقة الشرقية، تقولين بأن هذه المظاهرات مطلبية وعفوية وليس هناك جهة سياسية تقودها، هل من خلال أو يعني من الناس المنظمين والناشطين في هذا الحراك من لديهم رؤية واضحة يتحدثون باسم هذا الحراك، أم أنها ستظل عفوية كذلك، ومن الممكن أن يكون ذلك أكثر خطورة عليها في وجه كل الصراعات السياسية الموجودة في الشرق الليبي؟ نعم، هو في الشهر الماضي كانت المظاهرات من دون ترتيب، عفوية، فيها نوع من الفوضى، ولكن اليوم هناك مؤسسين للحراك، هناك قادة لذلك الحراك، لأن المظاهرات من غير قادة لها سوف تسيس وسوف يستطيع مهنجر رجمة تسييسها نحو مطالب أخرى أو سياق آخر، ولكن الحمد لله اليوم يوجد قادة لذلك الحراك. ولكن للأسف ليلة البارحة كان التجمع في ساحة تبستي كما يعلم الجميع، وكانت هناك مظاهرات وتندينات مثل ما أسلفت ذكرا، مطالبة بمدنية الدولة، ولكن القوة الموجودة لحماية ذلك المتظاهرين أو تدعي حماية المحتجين هي من قامت بخطف عدد من المتظاهرين أو قادت ذلك الحراك، من بينهم ربيع العربي وغيرهم من الشباب من وسط التظاهر. من قاموا أو ادعون حماية المظاهرة هم من قاموا بخطف عدد من الشباب، وهناك أيضا حملة شن في مدينة المرج على عدد كبير من قادة الحراك الذي سبق منذ أسبوع في مدينة المرج الذي قتل أثرها شاب وجرح العديد. هناك نداءات كثيرة تورد إلينا من أهالي المختطفين بأن أبنائهم يعذبون داخل السجون، خاصة في مديرية أمن المرج. فللأسف أنهم آلة القمع قوية جدا، وخليفة حفتر ينشر الأجهزة أو ما تسمى بالأجهزة الأمنية، وهي ميليشيات ليست أجهزة أمنية، ينشرها بكثافة في الشارع الشرقي بصفة عامة أو المنطقة الشرقية. شكرا جزيلا لك سيدة نادين الفارس، المدونة الحقوقية الليبية، كنت معنا من إسطنبول.